بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب حبايبي، طلاب سنة تالتة، هنبدأ واجب يونت 7 بارت 1. نتكلم عن البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس والادجكتيفز والادفيربس. يلا بسم الله بسم الله. بدأنا بالشخبطة، يعني هنبدأ الفيديو بالشخبطة. يا سلام. طبعا بيج 13 صفحة 13. اختار لون، اختار لون. يلا. Recently, I've been to enjoy all of the little successes I have every day. طبعا انا بقول لك I've. طبعا دي اختصار have. ودي been. ودي to enjoy little success every day. I have been tried. يبقى ده بس لو قلت I have been tried. ولا I have been tried مصدر بذمتك. ولا I have been tried في الفعل في اس. طبعا I have been trying present perfect continuous مضارع تام مستمر. There has a some discussion about what exactly success is. There has تصريف ثالث been على طول. There has been finally my father اخيرا بابا how to use the internet. Now he can send emails. مش always learning كان بيتعلم. ولا now my father ماضي تام. ولا has been learning. لو has been يبقى لسه ما اتعلمش. و has learned خلاص اتعلم وخلصنا. ولسه يتعلم. راجل اتعلم وخلص. The ground is wet. الارض مبللة اهي. Because it is all day. وبقول is present يبقى معاه present perfect continuous الناحية التانية. مش اقول ماضي مستمر was raining. ولا had been raining ماضي تم مستمر. لو قلت was هنا تبقى ماضي تم مستمر على فكرة. يبقى it تنفع have. ما ينفعش it تاخد have يا حمار. It has been raining. It has been raining. I've to play the drums for 3 years now. Now وفور يبقى present perfect continuous. يبقى مضارع تم مستمر. I've يبقى been learning. مضارع تم مستمر. سمير ill since. بعدك يا سينس بس سيمبل تنس وقبليها مضارع تام. يبقى سمير has been مضارع تام اهو. has وهاف وبعدها تصريف تالت بين. 7 طارق can't play مش عارف يلعب كوره. because he his leg رجله مش عارف يلعب. يبقى لسه كسرها حالا. يبقى has hurt اصاب مش had hurt. لو قلت couldn't هنا كانت تبقى ماضي تام. وال has been hurting الراجل قاعد يجرح رجله يجرح رجله يجرح رجله يجرح رجله. انت عبيط. ودي غلط برضو hurt دي. Oh my world what can I do. Oh my world محفظة. يبقى انا لسه مكتشف. قلت لك المضارع التام يحكي ان الحاجة لسه حصل حالا. يبقى I have lost. Their old house for weeks working day and night to transform it into modern one. ده معناه ان هم لسه شغالين والحاجة ما انتهتش. يبقى فين المضارع التام المستمر. Have been renovating وما زالوا بيجهزوا البيت وما زالوا بيعدوه يا باشا. يبقى مضارع تام مستمر يا صديقي. الصفحة اللي بعديها اقلب الكتاب اقلب. I for that company for a year لمدة سنة and enjoy it so much وما زلت مستمتع بده. يبقى الحاجة لسه ما انتهتش وبأكد على الاستمرارية. I worked ده ماضي بسيط ما تنفعش. و has worked ازاي مع I اصلا ما تنفعش. هي have been worked يبقى انت ده باسيف. ما فيش حاجة اسمها I have been worked. I have been working مضارع تام مستمر. I for that company for a year but شايف الخداع. I left it سبتها عشان الاقي وظيفه تانية. بقى حدث انتهى باشا. قلت لك فور كانت تاتي مع الماضي البسيط للتعبير عن مده وانتهت. يبقى I worked اشتغلت for that company for a year. Once you will play games مستقبل الناحيه الثانيه اهوت. اداه الربط وانس اهي. ادوات الربط الزمنيه كلها اذا جاء الناحيه الثانيه future تتبع بالبريزنت بيرفكت. يا البريزنت سيمبل يا مضارع بسيط يا مضارع تام. فين بقى المضارع التام؟ have finished ده. once you have finished لحظة ما تخلص you will play games with your friend هتلعب مع أصحابك. ما ينفعش نجيب بعد أداة الربط will أبدا. ولا have been finished passive ولا had finished ماضي تام والناحية التانية مستقبل.
أحمد تايبنج 3 ريبورتس لو جابلي عدد مرات لحدوث الفعل يا بيه المضارع التام العادي وليس المستمر وليس المستمر يبقى has finished. My friend, a health problem مشكلة صحية since past simple اهو يبقى قبلها مضارع تام يبقى my friend has had مضارع تام اهو has و have زي التصريف تالت. I have learned Italian 3 years ago. خلي بالك عشان الجملة دي مهمة وعايز اوضح لك حاجة بقى عشان واجبها هنا كتاب جاينتس معلومة قد تكون جديدة دي. لو حد الان لو قلت كده من غير ago يبقى الاجابة 4 3 years لكن جاب 3 years ومعها ago يبقى الاجابة since ما تستغربش. I have learned English اهو بص كده I have learned English. أنا تعلمت إنجليزي 3 years و I have learned English 3 years ago. فيها جو بعد فترة زمنية اهو يبقى الإجابة سينس منذ 3 سنوات مضت لكن 4 3 years اهو يبقى 4 3 years مدة زمنية 4 2 years 4 2 weeks لكن سينس 3 years ago. نرجع بقى تاني يبقى الإجابة هنا ها 3 years ago تبقى الإجابة ايه سينس. It's been 2 months. It's فترة زمنية since ماضي بسيط يبقى since we visited على طول. I will wait. أنا هنتظر. I will wait till my friend. هنا مستقبل يبقى بعد أداة الربط يا present simple يا present perfect. فين ال present perfect المضارع التام يبقى has arrived. لو كت till my friend arrives كانت صح برضو present بإيه simple. I 5 books this month. لو جاب لعدد مرات لحدوث الفعل يا بيه يبقى I have read مضارع تام عادي يا باشا I have read. 19 sorry for being late sir please let me in I in very bad traffic لو سمحت دخلني لو سمحت أنا كنت في bad traffic مرور صعب يبقى أنا رحت ورجعت مش لسه هناك يبقى I have been. My cousin has lived abroad his childhood. قلنا لو تفتكر الناون على طول بعد سينس. احنا حلينا كتير على الحوار ده عشان متوش مستر بيحل بسرعة. حلينا كتير في يونت 1 وبارت 2 على البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس. كل الجمل دي يعني اخدناها قبل كده. May is not hungry. هي مش متضايقة قصدي مش جعانة. As she a big dinner. لسه متعشية واخدة big dinner. يبقى has eaten اهو بيقول is لو was بقى ده حوار تاني يبقى ماضي تام يبقى is not hungry as she has eaten لانها كلت. I have just heard on the news that there انا لسه سامع في الاخبار كده an accident on Alex Kai Harway لسه سامع الخبر ده دلوقتي يبقى لسه مضارع تام يبقى has been. I am my colleagues for many years now في for و now وكليجز اللي هم زملاء العمل انا عارفهم ما ينفعش تقول لي I have been knowing وانا كاتب لك على السبوره الكلام ده وشاطب لك عليه مليون مره. ده مضارع تام عادي لان الفعل نو ما يجيش في الاستمرار رغم وجود كلمه نو وفور ده ممنوع يبقى الاجابه have known. Some of our successful athletes بعض الرياضيين الناجحين here to train for more than 10 years have been coming ولا has been. اولا athletes ما ينفعش معاها has been coming لانهم جمع وما ينفعش have been come ده زمن ايه have been come ده ولا ينفع have been came تصريف تاني ازاي هنا في التشكيله دي يبقى have been coming. الرياضيين بيجوا وما زالوا بيجوا. جانا her key عشان كده she can't get into the house بيقول لك can't يبقى حاجه لسه حاصله حالا يبقى مضارع تام يبقى has lost. Oh, I'm so so happy. I'm so happy. I eat a medal. أنا مبسوطة جدعان. أنا لسه كسبان الميدالية. يبقى I have won. طب ليه يا مستر ما قلناش won ماضي بسيط؟ I am إزاي مع ماضي؟
طب ليه يا مستر ما قلناش had one؟ لو قلت I was، الماضي يجيب ماضي والمضارع يجيب ماضي، فكانت تبقى had one. وما ينفعش اقول I have been winning، لان الفعل win من الافعال اللحظيه ما يجيش في الاستمرار. خش على بعده. Where we have for you for half an hour. Where you have been being. يا راجل. Where you have. اولا ما ينفعش اجيب where وبعدها فاعل. Where have you been. We have been waiting for you. ايوه كده. ايوه كده. هي دي. طبعا دي غلط تماما برضو. يبقى دي C. 28. We have about learning Spanish for a while. قعدنا نفكر كده نتعلم اسباني مده ولا بتاع. But we a good course yet. ما خدناش كورس لسه. We thought. يا عم بيقول لك فور يعني جاب مده. We thought برضو. ما في مده استمر فيها الحدث. We have been thinking. ماشي. About learning. And we haven't been finding. طبعا الجزء الثاني ده ما ينفعش. هي الاجابه الاخيره. We have been thinking. كنا بنفكر شوية وبعد كده بيقول لك ما لقيناش لسه كورس، لأن في نفي في يد. هبة the house work for 3 hours لمدة 3 ساعات. But she yet ما خلصتش. She has done. إزاي has done وهي بيقول لك فور مدة هيبقى دي بر. Has been done. Has been done. إزاي ده بس في كده. احنا عايزين هي لسه بتعمل. Has been doing the house work. وشي hasn't been finishing. لا يبقى she has finished. She hasn't finished. ده لو هي صح يبقى دي غلط. هي الأخير. Has been doing. وشي hasn't finished وما خلصتش لسه. آية all her exams. And is going to start university next month. وهتلتحق بالجامعة. قول يا رب. الشهر الجاي. يبقى معناها انها خلصت. مش has been passing مضارع تام مستمر ولا passes مضارع بسيط ولا will be passing مستقبل. لا هي خلصت وهتلتحق بالجامعة. يبقى has passed مضارع تام. Ali broke his leg and has to stay in bed. So he ate a lot of films recently. هيتفرج لسه ولا لسه بيتفرج. Was watching كان بيتفرج ولا is watching. لا has been watching. مضارع تام مستمر. has been watching. الصفحة اللي قصادها يا باشا. My been friend arrived at Cairo airport at a moment ago. صديقي لسه واصل في مطار القاهرة من دقيقة فاتت. ده معناه ايه؟ معناه انه لسه واصل. يبقى he has just arrived. ما فيش حاجة اسمها just has arrived ولا hasn't arrived ولا will arrived. ده بقول لك لسه واصل. I a large number of research studies on this topic. أنا عملت أبحاث عن الموضوع ده. I know much. يبقى أنا مش لسه هعمل ده، أنا عملت وخلصت. يبقى have read. مش I have been read بسف ولا have been reading لسه بيقرأ ولا هاي تاخد has أبدا. The film by خلي بالكم من الجملة دي. The film by many millions of people since. بعدك يا since بس تسمبل أو it was made. بس الفيلم ده مش هيشوف. مش هنقول has watched. الناس اللي وعد فيها عملتها has watched. هو الفيلم ده اتشاف وما زال بيتشاف. ومش الفيلم has been watching برضو ده مضارع تام مستمر. الفيلم مش هيشوف. الفيلم اتشاف يبقى has been watched باسف. وبرضو مش has been watched مش هيجي بعد قبل سنس ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. مضارع تام اهو. بس مضارع تام في صيغة الباسف. Researchers at what makes people successful for a very long time. الباحثين قعدوا يبحثوا ويأكدوا على ايه اللي بيخلي الناس ناجحة. يبقى ما زالوا مستمرين في البحث. اولا researchers مش هتاخد هاز عشان تقول هاز. ولا have been looked ده باسف. have been وتصريف ثالث. ولا have looking have وبعضها نجي ازاي. هي المفروض have been looking مضارع تام مستمر اهو. I haven't met the general manager. It's my first. الناس اللي استعجلت وعملتها lately. انا ما قابلتوش مؤخرا على اساس ان ريت اللي بتيجي في نهايه الجمله المنفيه المعنى اللي بيحدد. انا ما قابلتش الجنرال مانجر المدير ده لان دي اول زياره. يبقى ما قابلتوش قبل كده بيه. الاجابه بيفور. وبيفور ممكن تيجي كده يا مستر عادي. اه طبعا تيجي. طبعا مش اوريدي ولا نيفر. I very much time to work in this project recently. بص مضارع تام اهو recently. I haven't had طبعا مش I haven't been having. مش هينفع نجيب هاف كده في النفي.
ولا haven't been had ولا haven't been. هي I haven't had. ما كانش عندي وقت كتير to work. My bike is okay again now. العجلة اتصلحت والدراجة اتصلحت. I ate it. كونها كويسة دلوقتي يبقى أنا انتهيت من الحاجة. يبقى ده مضارع تام عادي. يبقى مش I have been repaired. لو قلت I have been repaired يبقى أنا اللي اتصلحت. هي I have repaired it. أنا صلحتها. ومش have been repairing. لو إن have been repairing يبقى لسه بتتصلح. Had repaired ماضي تام ما يجيش في هذه الصيغة وقبليه مضارع is. I have playing the drums as much as I do at the moment. أنا عايز أنفي. مش أقول I have never been enjoyed. ولا I have been never. ولا enjoyed never. هي الأولى طبعا. I have never enjoyed. 40. You needn't make food. أنت مش محتاج تعمل أكل. خلي بالك needn't معناه أنت لست في احتياج إلا وبديدن في الاحتياج. You needn't make food. A good meal already. أنا عملت أكل لسه من شوية. يبقى have cooked. طبخت. You are out of breath. أنت بتنهج يا ابني. قلنا المضارع التام المستمر اللي بيأكد أن الأثر ظاهر ولسه ظاهر عليك. I have been running. I have been angry. يبقى المضارع التام مستمر. يبقى have you been running. My hands are dirty. إيدي مش نظيفة. يبقى لسه منتهي من حاجة وأثرها باين على شكلي وأدائي. يبقى have been. فين بقى؟ have been repairing. مضارع تام مستمر برضو. 43. Ali too much recently. He should eat less. مفروض يأكل قليل. معنى أنه لسه بيأكل الطفس ده. مش has eaten. لو has eaten كل وخلص. لا ده لسه بيأكل ومستمر في الأكل. يبقى has been eating. Somebody all the chocolate. The box is empty. الصندوق فاضي. يبقى خلص على الحاجة ومش لسه مستمر. الحدث انتهى. يبقى have eaten ولا has eaten. خلي بالك كلمة somebody تعامل معاملة المفرد في الفعل. يبقى has eaten مش have eaten. ما ينفعش أقول has been eating لأن الصندوق فاضي لو كان كده خلص. وما ينفعش have been eating somebody مع have been eating كمان ما تنفعش. Our الجملة دي مهمة ودي فيها خدعة. Our block of flats العمارة بتاعتنا اللي فيها الشقق since last week have been repainted. ده بس دي مش بس احنا عايزين العمارة ها اتدهنت او اتعد هنتها تاني. Our block of flats. Flats جامع يا مستر. تبقى الإجابة have been. إجابتك غلط لأنه بيقول العمارة اللي فيها الشقق. أنا مش قصدي على الشقق. أنا قصدي على العمارة والعمارة مفرد. شاف تريك. يبقى has been repainted لأن هنا أنا أقصد العمارة وليس الشقق. I can't believe it. أنا مش مصدق بصراحة. مش مصدق. أنت واخد الاستفهام التعجبي وعارف بنستخدم فيه إيه. I can't believe it. Have you eaten all the food already? يبقى ده استفهام تعجبي. مش just ولا ever ولا yet. Yet يبقى مش تعجب. Nothing like this. إحنا قلنا النفي بnothing في بداية الجملة يبقى ما ينفعش أستخدم never. Nothing like this has ever happened to her. قلنا الجملة اللي بتبدأ بنو بادي وناثينج دي معها ايفر. مفيش حاجة زي دي حصلت لي أبدا. وريسنتلي طبعا برا. علي has been living here. علي عايش هنا since he was a child. ده معناه ايه؟ انه عايش هنا منذ ما زال طفل وما زال عايش هنا. الجملة دي تؤكد ان الحاجة لسه حصل. يبقى أنا لو لونجر ليفز ما عادش بعيش؟ لا ده لسه بعيش. علي lived here عاش وخلص والموضوع انتهى؟ لا طبعا. علي is a child. طفل انا مالي انه يكون طفل او مش طفل. هو Ali lives here ما زال بيعيش وده مضارع تام مستمر والحدث ما زال بيحدث. Ali school he has just arrived home. يبقى راح ورجع بيه لانه بيقول مروح البيت اهو. يبقى has been to. قلنا has been to راح ورجع. has been in راح واستقر هناك. has gone to راح ولسه ما رجعش. مش هتنفع has been لوحدها كده. has been school. ندى for 35 years and she is still married now. اتجوزت وما زالت متجوزه. مش بقول has been marrying عماله تتجوز تتجوز تتجوز. الفعل ده مش هيستمر. ولا have married. ندى ما اقولش have married. ندى ازاي تاخد have. ولا was marrying ماضي مستمر. اهي has been married. هي ظلت متزوجه لمده 35 years وما زالت.
Everybody a chance to talk in the conference. كل شخص عايزين نقول اعطى فرصة. الجملة مبنية المجهول. طبعا قلنا everybody و nobody و somebody و no one و nobody و everyone و everybody تاخد فعل مفرد. ما تنفعش have. وما تنفعش have been given برضو. ولا تنفع has given هو اعطى. Everybody has given فين؟ لو معلوم فين المفعول هنا؟ ما فيش مفعول. يبقى has been given اعطى. كل شخص اعطى فرصة. الجملة مبنية للمجهول passive. They started living here in 2005. هما بدأوا يعيشوا هنا في 2015. دي معناها ايه؟ They have started live here since. في حاجة اسمها they have started live. يعني انفع اقول they have started live. ازاي ده زمن ايه live ده؟ يعني ايه they have started live؟ ازاي they have started وبعدها مصدر؟ طبعا بره. They haven't lived here معشوش هنا منذ كذا. ده بيقول لك they started بدأوا يعيشوا. They have started living here since. ولا they have lived here since. هم بدأوا وعايشين وما زالوا عايشين. يبقى they have started living. هل بدأوا يعيشوا here since. They have lived here. هم زالوا عايشين وما زالوا مستمرين في هذه الحياة. They have started living here. بدأوا يعيشوا هنا. They have started living. They have lived here. هم عايشين هنا منذ 2015. مضارع تام عادي. مش هقول they have started living. آخر جملة في الجزء ده يا شباب. They have been to Luxor. This means هم راحوا لوكسور. يعني راحوا ورجعوا. They are in Luxor. لا طبعا هم مش في لوكسور. ده رجعوا خلاص. They aren't in Luxor now. المفروض ان هم مش في لوكسور دلوقتي لان هم راحوا ورجعوا. وطبعا مش they will go. هيروحوا لسه في المستقبل. ولا زي هاف جون لو لسه هناك. هاف جون يبقوا لسه هناك. هو بيقول لك هما ايه راحوا ورجعوا يبقى ما هماش هناك اصلا. زي ارنت اللوكس. الجزء اللي بعد كده بقى الخاص بالادجكتيفز والادفيربس كان في صفحه كام ده بقى معاك يا ريس؟ بيج 26 و 27 زمان وذا لونج مستاش. الراجل اللي بشنب ده كان ايه؟ ذا بوي ران اواي وين هي سو هيم. وطبعا دي جت في الامتحان السنه اللي فاتت على فكره. وطبعا انا قلت لك الصفات المنتهيه باي ان جي هي الصفات التي تسبب الشعور بالاحداث. والصفات اللي اخرها اي دي هي الصفات التي يقع عليها الفعل. فرايتنج مخيف. فرايتند خائف. بورنج ممل. بورد ملان. وقلنا الحوار دوت الصفه الاخيره اي ان جي المتسبب. فالراجل وذا لونج مستاش اللي بالشنب الطويل ده كان ايه؟ الراجل واد شاف وجري يبقى فرايتنج. مش الصفات المنتهيه باي دي تصف الانسان واي ان جي الاشياء. الكلام ده مش صح. She looked and ran away from the dog. برضو she looked ايه بقى؟ بانت انها ايه وجريت. هي اللي خافت في هذه الحالة يبقى frightened. هنا الاولانية الراجل اللي بالشنب ده الولد خاف منه يبقى كان مخيف. لكن الولد هي بانت انها خائفة خايف. Our holiday was too short. الاجازة كانت قصيرة. The time passed very. الوقت مرة مش very quick. لا very quickly. مر بسرعة جدا. We couldn't go to the beach. ما قدرش نروح الشاطئ. Because it was raining. لأن كان الجو بيمطر. يبقى heaviest. سياق تفضيل ولا heavy. ثقيل دي صفة. ولا heavier بقارن. لا هي heavily. قلنا بغضارة. والظرف هنا ظرف طريقة. يصف طريقة حدوث الفعل. The support they give to lonely. الدعم اللي بيدوه للناس الوحيدة الناس الكبار في السن is priceless لا يقدر بثمن. lonely هنا تعتبر صفة من الصفات المنتهية بإل واي. ليست كل كلمة منتهية بإل واي ظرف. فهناك صفات تنتهي بإل واي زي friendly, silly, lovely, ugly, fatherly, sisterly, motherly, brotherly. كل دي صفات وليست ظروف. فبيقول لك هنا كلمة lonely تعتبر adjective صفة طبعا. her pulse النبض بتاعها نبض القلب seemed very fast يبدو سريع جدا. fast in this sentence قلنا تعتبر adjective تعتبر صفة طبعا لأن هنا الصفة هي fast والظرف fast. أعرفها إزاي من السياق؟ بيقول لك النبض بتاعها seemed يبدو very fast سريع جدا. يبقى fast هنا تعتبر صفة. لكن the water was rising fast. المياه كانت بترتفع بسرعة 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 بترتفع بسرعة بسرعة بسرعة. يبقى ده ظرف. fast in this sentence is a an adverb. احنا قلنا fast بتبقى ظرف fast. ايه اللي بيحدد يا بنات وشباب؟ السياق.
I found it hard برضو أهو. أنا بجد من الصعوبة it hard to believe what they told me. أصدق اللي هم قالوه لي. Hard في الجملة دي تعتبر برضو adjective. أجد من الصعب دي حاجة صعبة. لكن he is fighting hard. هو بيقاوم أو بيحارب بقوة أو بشدة. أعتقد إن hard هنا زي ما أنت شايف تعتبر adverb ظرف بيصف طريقة حدوث الفعل. 10. The project is still in the early stages. المشروع ما زال في المراحل المبكرة أو الأولى. Early برضو في الجملة دي تعتبر صفة. اوعى تخدع في كلمة early لأنها تأتي صفة وظرف، لكن السياق هنا بيقول لك المراحل المبكرة، يبقى تعتبر هنا adjective صفة. 11. She's a very warm and friendly person. Friendly in the sentence قلنا friendly تعتبر adjective على طول صفة. Friendly ودود. وقلنا عشان نحولها تبقى in a friendly way, in a lovely way, in a silly way, in a motherly way, in a fatherly way أو manner طبعا. Nobody treats her. ما حدش بيعملها بشكل مختلف. يبقى أنا عايز ظرف. يبقى differently بشكل مختلف. وده adverb of manner. Rehab became enthusiastic about her new sport very quickly. أصبحت متحمسة very quickly. Both parents, كلا الوالدين are equally for raising the children. الأب والأم كلاهما مسؤولين عن تربية أبنائهم. يبقى أنا عايز صفة أقول irresponsible غير مسؤول، ولا responsibility المسؤولية، ولا responsibility بمسؤولية ده الظرف، ولا irresponsibility بشكل غير مسؤول وده ظرف برضو. يبقى responsible هم مسؤولين أساسا. It's in America to eat turkey. إن أنت تأكل الديك الرومي on Thanksgiving Day في عيد الشكر أو في يوم الشكر بالنسبة للإخوة المسيحيين بيأكلوا الديك الرومي هناك في أمريكا. يبقى it's إيه؟ لو قلت it's a tradition كانت صح، إن ده تقليد. It's traditionally ده ظرف، لا مش هقول it's traditionally. It's traditional ده تقليدي وما ينفعش هابط طبعا. لكن لو قلت a tradition كانت تمشي. The speech which she gave was very، الخطاب اللي هي ألقته كان very A for all of us. Very surprised ولا surprising؟ Surprised يبقى الناس اللي سمعته كانوا surprised. لكن الخطاب اللي هي ألقته كان surprising، مدهش. لكن أقول لك البنت دي was speaking كانت بتتكلم surprisingly بشكل مدهش. الله. أو surprised دهشة. كنا نخبط في الضوء. We were all deeply، احنا كلنا كنا متأثرين بعمق بوفاتها. يبقى أنا عايز we were all deeply affected. أنا بجيب deeply أهو ده ظرف بيصف فعل، يبقى مش effective فعال ولا effectively بفاعلية ولا effect تأثير، هي affected. احنا كنا متأثرين بعمق بوفاتها. The vaccines will be safe، اللقاحات هتبقى في آمنة. And if used properly، لو استخدمت بطريقة صحيحة يبقى هتبقى آمنة. الصوت بيروح حتى في الواجب يا جدعان. هتبقى آمنة وفعالة effective، مش effectively. أنا مش بشرح طريقة حدوث فعل ولا effect دي تأثير ولا affected متأثر دي فعل، affected فعال. When he was younger he wanted to send a message to the world. وهو صغير كان عايز يرسل رسالة قوية. يبقى أنا عايز صفة لكلمة message تبقى strong طبعا. Strong message. لكن strongly أقول لك هو أرسل رسالة بقوة مثلا. Strength قلنا القوة كنا واخدينها في القصة الفكرة دي. وstrength يقوي. لما كنا واخدين الريستد بتاع ميسيز مولي لما مستر جاجرز قال لهم اللي عايز يشوف الساعد قوي فلينظر لساعد مولي. شفت القصة مهمة ازاي وبيجي فيها كلمات هو حتى هنا كمان. 20 بقى 20 he speaks English. اوعى تتخدع في الجملة دي وتقول as good as على اساس ان as يجي بينها صفة. لان as هنا هيجي ظرف لان هو بيقول لك he speaks English، هو بيتكلم انجليزي، يبقى as well as. لكن اقول لك الانجليزي بتاعها is as good as my English زي الانجليزي بتاعي. يبقى أقول as good as لما أقول لك her English is as good as my English أو as mine زي بتاعي بالظبط. لكن هقول نادر speaks English
as well as badly as quickly as, لاني بوصف فعل انا مش بوصف صفة. You must be very of what you have achieved so far. يجب ان تكون فخورا جدا بما حققته. طبعا مش انت. Proud طبعا. Proud of. فخور بي. Proud of. Proud of. Proud of. 22. She ate towards the door. هي جريت بسرعة نحو الباب. مش هقولش quickly ran. Quick ran ازاي. Quick ran ازاي. Ran quickly طبعا. جريت بسرعة. مش هقول ران quick. Ran وجنبها صفة ازاي. وquickly ران. ران مصدر رهيت. Are you in. احنا عايزينها ماضي. اصلي دي لو مضارع كانت runs. I wasn't sure if I could. أنا ما كنتش متأكد if لو أنا هقدر أوافق ما بين عملي ولعبي كرة القدم. إحنا خدنا رحاب أحمد إنها قدرت. رحاب أحمد أو هتاخدوها في يونت 7 بارت 2 وإحنا بناخدها خلال الأسبوع. لا هي رفيعة الأثقال قدرت كومباين توافق ما بين شغلها وما بين عملها وبين الرياضة اللي هي رفع الأثقال. I wasn't sure if I could combine. خلي بالك الظرف ممكن يجي بين could والفعل بعدها successfully. أنا مش متأكد إن أنا هقدر أوازن بنجاح بين وظيفتي ولعب كرة اليد. ألي all complaints كل الشكاوي will be dealt with quickly and fairly. ظرف معطوف على ظرف. He to find a job but he had no luck. بس ما لهوش لاقي حظ. يبقى عايزين نقول حاول بجد يلاقي وظيفة. يبقى مش قلت رايد هاردلي. هاردلي يعني بالكاد أو بالعافية. وهاردلي ترايد يعني بالكاد حاول. لا هو حاول. ولا هارد ترايد. هي ترايد هارد. هو حاول بجد. طبعا دي في الصفحة اللي وصلتها صفحة 27. يبقى ترايد هارد. ريز يور فويس. علي صوتك لو سمحت. I hear you. أنا مش بالكاد أسمعك. قلت هناك فرق بين هارد الصفة اللي هتديك ظرفين هارد وهاردلي. قلنا هارد صعب. هارد صلب كصفة. هارد دي معناها بجد أو بغزارة. لكن دي معناها بالكاد أو بالعافية. يبقى علي صوتك. I can hardly hear you. بالكاد وأسمعك. He continues to train. استمر أنه يتمرن for 4 hours every day. يبقى اتمرن مش إن أقول in a will way. Will way إزاي. ولا train good. Good دي صفة ما ينفعش تيجي في train good. ولا ترين هارد اللي بالكاد يعني. لا هي ترين هارد تتمرن بجد. دينا lived in England for many years so she can speak English. بتتكلم انجليزي ازاي بقى. will extremely. لا طبعا لو قلت extremely will صح. ما ينفعش اقول very good زي ما قلت لكم في القاعة. هي بتكلم very well لو عايزينها كده. مش برضو مش extremely well. مش extremely good. extremely well. هي بتتكلم انجليزي كويس جدا. وبعدين بقى في الصوت لا اله الا الله. Two people were injured in the accident. عايزين نقول اتصابوا اصابة بالغة ببلاغة يعني او بزيادة. سيريز مسلسلات وكده مسلسلة. سيريس نس الجدية ولا سيريس جاد ولا سيريس لي بخطورة. ودي برضو معناها جاد أو خطير. إحنا عايزين نقول أصيبوا بخطورة. يبقى seriously أنا بوصف طريقة إصابتهم. Housework اللي هي 30. Housework has been regarded as women's work. شغل البيت ده رؤية بشكل تقليدي إنه من أعمال المرأة كالفكر النمطي. يبقى عايزين نقول regarded. يبقى أنا عايز ظرف يصف regarded. Tradition اللي هي التقليد ولا تراديشنال تقليدي اللي هي الصفة ولا تراديشنال بشكل تقليدي. طبعا هي دي. Soldiers must follow the rules. الجنود لازم يتتبعوا القانون القوانين. In a strictly way غلط. ما ينفعش اقول in a strictly way. In a strict way بطريقة حادة او في حادة ممكن تمشي نقول in a strict way. وstrictly ممكن ماشي بشدة او بحدة. يبقى بي وسي صح. ممكن أقول in a strict way وممكن أقول strictly بصرامة أو بحدة. It was as we went into the store. قصدي the room. أنا في دماغي في العاصفة بتاعت كينج لير كنت بشرح للعيال بتوع سنة تانية كينج لير والعاصفة والعذاب اللي شاف. It was strange quiet. إزاي strange وجنبها quiet صفة جنب صفة strange quiet. Strange quietly
لا طبعا مش سترينج كوايتلي، غريب بهدوء. لا غريب اه بهدوء، لا طبعا هي كانت سترينجلي كوايت، الجو كان غريب بشكل ايه يعني، الجو كان هادي بشكل غريب، بقى سترينجلي ظرف اهو ومع صفه اللي هي كوايت اللي هي هادي، مش سترينجلي كوايتلي، مش ظرفين جنب بعض كده، لا سترينجلي كوايت. Some experience بعض الخبرات is a for the job ضرورية really essential fair essential rather essential very essential. هي really essential ضرورية جدا الوظيفة، يبقى really essential لأن essential دي صفة قوية فعايزة ظرف قوي، مش أقول very essential، أنا أقول very important ماشي، لكن essential صفة قوية ما تجيش مع very، وما ينفعش rather مع essential لأن rather بتأتي عادة مع صفة سلبية، ومش هينفع فير، فير يعني عادل مع essential، لو كانت fairly تبقى ظرف. Is a great wall of China، هل سور الصين العظيم still man made، ما زال أقوى بناء في العالم، يبقى the longer، لا longest، لا still the longest، ده انت واخدها صيغة تفضيل في يونت، هفتكر لك اهو يونت 2 بارت 2 في مقارنة الصفات ومش ماتش، لا the longest، لان معروف ان سور الصين، سور الصين العظيم هو اطول بناء، the longest اطول بناء موجود في العالم. He wanted his family to feel proud of him، عايز عيلته يا رب تفهم ان الناس عايزاك تبقى، عايزه تبقى فخوره بيك فتخلي عندك شويه دم وتذاكر. He wanted his family to feel a proud of him، يبقى to feel really proud of him، فخوره بيك جدا يعني really. 36 since that time، منذ هذا الوقت he has been extreme success، extreme دي صفة بمعنى شديد أو عنيف، و success نجاح ما تنفعش، extremely success، extremely وجنبها نون مش هتنفع طبعا، extreme successful، extreme وجنبها صفة تانية شديد أو عنيف وناجح، لا extremely successful ناجح جدا. The scene was horrifying، المشهد ده كان مخيف. The spectators، spectators المتفرجين were ايه؟ قلنا were horrified، كانوا مرعوبين، الصفة اللي في ايه دي للشخص اللي بيقع عليه الفعل. Do you want house؟ طبعا a big house، الصفة، الصفة تسبق بـ آ وآن إذا تبعها اسم مفرد، يعني it's a big house، الاسم اهو والصفه اهي وآ اهي، it's an easy exam، الاسم اهو والصفه اهي وآ وآن اهم حسب بدايه الصفه طبعا، لكن الاسم اذا ما سبقش بصفه تمام اهو، this house، البيت ده is big، بس this exam الامتحان ده is easy سهل بس، لكن it's an easy exam، it's an expensive car، it's an interesting film، this film is interesting، this film is boring، the weather is hot. يبقى do you want a big house؟ اه طبعا واحد عايز a big house، بس مش شرط يبقى البي الهاوس big or small، قد يكون عندك a big house وانت مش سعيد. انا كان عن نفسي عايز a happy house، مش شرط بقى big ولا small لان دي حاجات نسبية. 39 بقى you were، انت كنت او انت كنت to escape unharmed، تهرب من غير ما تصاب بده، يبقى انت كنت محظوظ، يبقى انا عايز صفة فين محظوظ. Unfortunately يعني لسوء الحظ وده ظرف، Fortunately لحسن الحظ، مش اقول we were fortunate، انت لو كنت لحسن الحظ، لا انت كنت محظوظ، Fortunate يعني محظوظ، والكلمة دي بتساوي كلمة تانية اسمها lucky محظوظ، وطبعا Unfortunate يعني غير محظوظ، مش اقول انت كنت غير محظوظ، لا انت كنت محظوظ، لكن بالحسن الحظ اسمها fortunately.
My father treats us as in انت خدت الصفات المنتهية بواي بتتحط في التركيبة دي يبقى مش هقول in a friend way ولا in friendly من غير a friendly اهي ومش هقول a friend لا in a friendly way والتركيبة دي على بعضها تعتبر adverb بابا my father is friendly لكن بيعملنا in a friendly way He has polio and senses in. وكان عنده مرض زي شلل الأطفال كده. Polio and senses in. ومنذ ذلك الوقت he has not been able to use all of his muscles. ما كانش بيستخدم عضلاته very إيه بقى. مش very will اللي بالآي. واللي دي معناها إرادة قلت لكم في الحس أو عزيمة أو وصية. لكن هي دي. مش هقول very good خلي بالك. أقول لك عضلات الرجل ده are very good لكن هو ما بيعرفش يستخدمها very well ما كانش بيستخدمها كويس احنا عايزين حاجة توصف الفعل اللي هو use يبقى very well never in my life خلي بالكم لما نبدأ بنيفر والادفيربس نبدأ بقى في الأول بنجيب بعدها صيغة استفهام يبقى never in my whole life have I مش I have هي الجملة دي كانت I have never seen such a horrible thing فلو عايز ابدا بنيفر هعمل صيغه استفهام I have never seen such a terrible thing او a horrible thing هبدا بنيفر هقول never have I يبقى هبدا بصيغه استفهام انت ما انتش فاهم حاجه اصلا انا عارف I have never seen such a terrible thing مثلا in my life هقول لك never In my life لو بدأت بالإيه؟ بالظرف never أهو وده ظرف تكرار بيعبر عن التكرار rarely مثلا لو بدأت ب rarely بدأت ب seldom بدأت ب scarcely زي ما خدنا في الباست بيرفكت مع الماضي التام هعمل صيغة استفهام يبقى never هجيب have الأول هنا هقول have I أهو never have I seen الحاجة دي في حياتي seldom has نادر seen have I يبقى صيغة استفهام فعل مساعد أهو وادي الفاعل بعديه يبقى لو بدأنا بالظرف زي ما انت شايف اهو ونيفر ده ظرف تكرار وبيعبر عن تكرار الحاجة بنسبة صفر شايف الصفر حلو ازاي؟ صفر جميل مستنيك مستنيك صفر ده انا ولع فيك بجاز صفر انت صدقت فلما تبقى نيفر دي بتعبر ان حاجة بتحصل بنسبة صفر في المية وده اسمه adverb of frequency ظرف تكرار لما نبدأ بالظروف في بداية الجملة يجي بعدها صيغة استفهام يعني الفعل المساعد الأول زي ما انت شايف اهو وبعده الفاعل اللي بعده خلاص هاني ده It took to answer the question a quite long time a quite long time a quite دي خلي بالك هادئ تنفعش اصلا تنفعش a quite long عايزين نقول quite بذمتك quite برضو صفة a long time احنا عايزين نقول وقت طويل تماما واكوايت اكوايت اكوايت لونج تايم لا كوايت ا لونج تايم ماشي هي دي It took quite a long time Good news اخبار جيدة The climbing team الفريق المتسلق البيلة تنطق Have a the mountain عايزين نقول نجح بنجاح في تسلق الجبال قدر بنجاح have successfully climbed climbed successfully ولا successful climbed ولا climbed successful احنا عايزين نقول نجح بإلحاح احيانا انا ممكن اقول the climbing team have climbed successfully the mountain تسلقوا الجبل بنجاح انا ما بحط الظرف ما بين have والفعل بقوح ان في محاولة شوية وفي نجاح بعد عناء يبقى have successfully climbed خلي بالكم من الجملة دي بنجاح قدروا يعني بتوحي بالقوة والشراسة في المحاولة bombs القصائد usually have three or more verses يبقى بشكل تقليدي احنا خلاص يا مستر خلاص على وشك اخر اربعة جمل bombs القصائد او poems usually have three or more verses بيبقى فيهم بقى ايه أبيات شعر وكده traditional دي صفة ما تنفعش هي تنفع traditionally تنفع traditionally وتنفع in tradition بشكل تقليدي يعني يبقى بي وسي يمشوا الجملة اللي جاية دي مهمة جدا We all admire Mr. Ali as he is known to speak أنا عارفك إن أنت تروح تقول fluently English
ما فيش حاجة اسمها فلوينت الانجليش. هو كان قادر انه يتكلم انجليزي طليق، يبقى انا عايز صفة يبقى فلوينت انجليش. الراجل ده بيتكلم فلوينت انجليش، لكن اللي بعديها بقى وي اول ادماير مستر الي از هي از نون تو سبيك انجليش، انه بيتكلم انجليزي فلوينتلي بطلاقة او بفصاحة. الراجل ده سبيكس فلوينت انجليش، لكن هي سبيكس انجليش فلوينتلي. انت فاهم الفرق ولا انت فاهم حاجة في اي حاجة وشكلك غبي قسما بالله؟ والاخر تقول المستر بيشرح بسرعة. انت اللي غبي ما بتفهمش بسرعة، مش ذنبي، بس اعيد لك تاني، لان وظيفة المعلم انه يعيد ويزيد، لان ده حقك ان يعيد لك ويزيد لك. بس صراحة يعني بصراحة بلاش اشتم على النت، خلاص بقى قلم اسود. هي هو بيتكلم سبيكس انجلش. انا عايز اوصف الانجليزي بتاعه، طبعا مش بتاعك الانجليزي ابدا، بتاعك يبقى فلوينت. طب هي سبيكس، شوف يا ابن الجمال في اللغه، هي سبيكس هو بيتكلم انجلش، لاحظ الفرق. هي سبيكس فلوينت انجلش، هو بيتكلم انجليزي فصيح او طليق، يبقى دي ادجكتيف اهو، وتصف الانجليزي بتاعه. ادي الصفه اهي، ادي الصفه اهي، قصدي تصف الاسم اهو. لكن he speaks English، هو بيتكلم الانجليزي fluently بفصاحه بطلاقه، ودي adverb. يبقى he speaks fluent English، هو بيتكلم انجليزي طليق، لكن he speaks English fluently بطلاقة أو فصاحة. وبرضو عايز أكتب لك الكلمات دي اللي كاتبها لك في الملزمة وكاتبها لك على السبور وبكتبها لك تاني في الواجب أهو، عشان يبقى أنا عملت اللي علي. يلا خد لك سكرينة ولا شوف حاجة تعمل عشان أمسح. يمهون هون هون يمهون فلوينت fluently fluency adjective adverb noun fluent طليق او فصيح في اللغه fluently بطلاقه او بفصاحه الطلاقه الفصاحه. وعايزين نقول لحضرتك ان فلوينت تاخد حرف الجر ان، وقلناها قبل كده مليون مره. يبقى الراجل ده بيتكلم فلوينت انجلش، لكن الراجل ده بيتكلم انجلش فلوينتلي بطلاقه. هي بوت كار، ما ينفعش اقول فاستست لان دي صيغه تفضيل. فاست كانت تبقى فاست صح، مش موجود افاست، يبقى دي غلط. انا اقول ذيس كار از فاست، لكن اشترى افاست كار، عربيه سريعه. وما ينفعش اقول هي بوت فاستر كار، لو فاستر ذان بقى وبقارن العربية دي أسرع من دي وكده. هي أفاستر كار مستر. طب ما أنا ممكن يعني إيه هي بوت أفاستر كار؟ يعني اشترى عربية أسرع من اللي عنده، مش لازم أنا أقول لك من اللي عنده، هو بوت أفاستر كار، اشترى عربية أسرع أسرع من اللي عنده، يبقى أفاستر كار. وهنا انتهى الواجب، وأشوفكم على خير. ودايما قبل ما أسيبك بقول لك الوقت ده وقت صعب، شهر واحد هو بدأ وهيخلص أصلا زي ما قلت لك، ودايما الكلام ده بيضايقكم. انا ما بتكلمش ارهابا وخوفا لكم، طالما في اراده، لان روحك المعنويه بدات تنخفض. الروح المعنويه اللي تنخفض ترفعها بالشحن المعنوي من الله. الذي يلجا الى الله لا يخيب ابدا. ولا تعتمد على مدرس ولا تعتمد على اي حد بشر، اعتمد على الله وضع ثقتك كلها في الله، ان ربنا مش هيخذلك لو سعيت واجتهدت. طالما بتسعى وبتجتهد وواثق في الله وتعمل وتسعى ستصل. الشخص الفاشل هو الذي يحاول مرة ويفشل وينام في السرير ويسحب اللحاف، ده الفاشل اللي يقول عليه فاشل. لكن الفاشل اللي بيفشل مرة واثنين وبعد كده بيصل طبيعي لنجاحه، الناجح هو شخص فشل مرارا وتكرارا. الناجح هو شخص فشل كذا مرة بس لم ييأس ولم يحبط ولم يتوانى ولم هقول لك ايه انا مش عارف اجمع لك ولم يتأخر ولم يتوانى ولم ييأس ولم يحبط ولم يتأثر بكلام الناس حواليه، الكلام الهدام، لكن سعى واجتهد وعمل فوصل لطموحاته
فيش يأس، مفيش إحباط، الثقة في الله والعمل والجدية لابد من الوصول للتفوق والتميز بإذن الله. السلام عليكم.